فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من يقول إن رفع اليدين حذو الأذنين خاص بتكبيرة الإحرام، ورفعهما حيال المنكبين لبقية التكبيرات في الصلاة، فهل لتفريقه هذا وجه؟ إذا جاء بدليل فلا بأس، إذا جاء بدليل على هذا التفريق فلا بأس، أما إن كان اختيار له من غير دليل فلا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.